إرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد. نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا. نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا. بإرادتنا بعزيمتنا وبهمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن نجاح الإنسان في هذه الحياة يرتبط بالهمة والحركة والحماس، فالناجحون دوما يتحركون نحو أهدافهم بثقة وثقافة وتأييد ومزيد من التأييد فيما يتعلق بالأهداف التي يضعونها في حياتهم. ما فعلناه أو ما فعله غيرنا نستطيع أن نفعله نحن بجدارة. يتوقفون في محطة واحدة ليس كغيرهم، هم يخطئون كبشر لكنهم لا يتوقفون في محطة واحدة. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام هي مواصلة واستمرار لحلقة ماضية كانت بعنوان كلمات في نجاح. اليوم تضاعف رصيد الخطوات وأصبحت 50 كلمة، خطوة، قاعدة أو وسيلة أو حتى جملة فيما يتعلق بالحصول على النجاح. ضيفنا هو الدكتور أيمن الشيخ جمعة سهل، أستاذ الثقافة الإسلامية جامعة الخرطوم، مستشار التخطيط الاستراتيجي الشخصي في التنمية البشرية. مرحبا بك دكتور أيمن. حياك الله أخي أبو بكر، وحيا الله الإخوة المشاهدين والإخوة المستمعين جميعا. 50 كلمة في النجاح ومواصلة حلقة كانت ماضية. نطلع على المشاهد والمستمع الكريم، شنو ممكن الأهداف أن تتحقق من خلال حلقة اليوم كمواصلة واستمرار إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أنا أجدد الترحيب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، ونحن نواصل في الكلام حول النجاح. وزي ما ذكرنا في الأسبوع الماضي قلنا الكلام حول النجاح قد يكون بطريقة معتادة بتعريف النجاح وسائل وأساليب وغيره، لكن احنا ما دايرين ناخذ الطريقة دي، وإنما حابين ناخذ طريقة جديدة وهي أن ننتقي بعض العبارات أو ننتقي بعض الكلمات التي قيلت حول النجاح، قالها بعض الناجحين من تجاربهم الشخصية، استفاد منها غيرهم، اقتدوا بها، ساروا على طريقهم فيها. فهذه القبسات منوعة، قد يكون جزء منها مكرر في موضوع واحد وقد تكون مختلفة في عدة مواضيع. في النهاية الهدف منها هو أن توصل رسالة وأن توصل نوع من الشعاع العام حول موضوع النجاح. طيب قبل ما نبدأ فعليا، اللي بتابع والبشاهد طالما مبنية الكلمات في النجاح إنك تتعرف عليها، هل النجاح ممكن يكون فطري ولا مكتسب يكتسب الإنسان من خلال التجربة؟ لو دارين نتكلم عن فطري أو مكتسب حنتكلم عن الهمة العالية اللي هي وسيلة للنجاح أو الإرادة. الإرادة أو الهمة العالية في جزء منها كبير في فطرة الإنسان، لكن في جزء منها مكتسب. نعم. هو أصلا لو ما كان فيها جزء مكتسب الفائدة شنو أنه نتكلم عنها؟ نحن لو كان الحاجة حاجة فطرية وبس، نعم، ما في داعي الناس يتكلم عنها، لأنه الناس حيكون نوعين، يا مفطور يا ما مفطور عليها. نعم. لكن بما أنه أنت بتتكلم عن حاجة الإنسان يستطيع أن يسعى إليها، ودي كل الكلمات اللي حنتناولها الآن إن شاء الله تعالى حتدينا مزيد من الدلائل أنه هي عبارة عن وسائل وطرق يسلك الإنسان حتى يصل بها إلى الغاية المرادة بإذن الله تعالى. نبدأ عمليا. نجدد الترحاب بكل مستمعينا الكرام عبر إذاعة الطيبة ومشاهدينا الأعزاء. أرقام التواصل تأتي تباعا بحول الله وقوته على الشاشة 0183 43 46 88، في إمكانية لرقم آخر 183 40 77 77. في انتظار كل الناس اللي عندها رغبة في أنها تتكلم أو تبدأ أو تسأل أو حتى تستفسر عن كلمات في النجاح. دكتور، كنا الحلقة الماضية وقفنا فيه استثمر كل ما لديك على الأقل 3% من دخلك لتطوير نفسك من أجل أن تضمن لنفسك المستقبل. دي كانت الخطوة 14، العبارة رقم 14. نعم. طيب العبارة دي حنعيدها مرة تانية بعد ما أنت ذكرتها، بتقول شنو من عبارات اللي بتتكلم عن النجاح؟ بتقول استثمر على الأقل، بعيد بالراحة لأنه في ناس حسب معلوماتي في ناس بيكتبوا معانا. نعم. استثمر على الأقل 3% من دخلك، من قروشك الموجودة عندك، استثمر على الأقل 3% من دخلك لتطوير نفسك من أجل أن تضمن لنفسك المستقبل بإذن الله تعالى، والمستقبل هو بيد الله. أبو بكر، العبارة دي بتقول شنو؟ أنه اهتمامنا بأنفسنا هو جزء من شغلنا. يعني أنا كونه يكون جزء من أهدافي أني أطور نفسي أو أهتم بها، دي حاجة مهمة جدا. تطوير النفس والاهتمام بها قد يكون جزء منه يحتاج إلى مال وجزء منه قد لا يحتاج إلى مال. ما دام هناك جزء يحتاج إلى مال، فأنا مفترض أني أكون أجتهد أنه أنا أوفر جزء من الدخل المادي، أوفر جزء من القروش
في اشياء بتطورني، في اشياء، في برامج بتطورني، في تعلم لغات، في تعلم تقنيات حاسوب، في دخول دورات تدريبيه ممكن تغير مشاكل عندي، في مقابلات قد اجريها مع باحثين، مع مستشارين نفسيين، مع مستشارين اكاديميين، اي حاجه بتفيدني قد تحتاج الى نوع من المال، الى نوع من البذل. بنقول ما تبخل على نفسك. في ناس كتار جدا قد يكون دخلهم المادي جيد لكن ما قاعدين يقتطعوا منه جزء عشان يقدروا من خلال هذا الجزء اللي اقتطعوه انهم يساهموا في مثل هذه الامور. انا اعرف يا ابو بكر مجموعه من الناس ما شاء الله تبارك الله حريص على المشاركه في الدورات التدريبيه على سبيل المثال. الدورات التدريبيه دي خشون بيوت، في منها الكلام ساي، وفي منها السمح، وفي منها السمح جدا، وفي منها السمح لما مبالغه. بعد ده انت عايز تصرف قروش لازم تعرف انه المال اللي حتصرفه ده مفترض يمشي في برامج تدريبيه ليست فقط بالمسمى وانما في حسب الاحتياج حقك. انا والله محتاج اني اطور خطابتي مثلا، حادخل لي دوره تدريبيه في فن الالقاء وفن الخطابه وتطويره. انا انسان محتاج اني اطور ثقتي بنفسي، عندي مشكله فيها، حادخل لي دوره تدريبيه في المجال ده. الكلام ده كله بيحتاج مني جزء من المال. لو انا قدرت اني احضر الاشياء دي من غير قروش في اليوتيوب، في النت عموما، في منتديات معينة، عن طريق أصدقائي قدموا لي مجانا، كويس. ما لقيت طريقة، أنا محتاج مال، مفترض أنه جزء من دخلي يكون من أجل تطوير الذات في جميع المجالات. طيب دكتور، دي 3% طالما هي في النقطة 14، هل ممكن المال عدمه يكون عايق من انه يزور يطور نفسه لقدام؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. عدم وجود المال والكلام اللي احنا قلناه زمان ليست الجيوب الفارغة وإنما العقول الفارغه هي اللي بتضيعنا. ما الفلس هو اللي بيضيعك، الفلس المخ هو اللي فيه الاشكاليه. اذا نحن عدم وجود المال ليس عائقا، لكن وجود المال مفيد جدا باذن الله تعالى في انه يديني اشياء انتقائيه وجميله. طيب نمشي للكلمه 15، ابتعد عن صغار الناس الذين يقللون من شان طموحاتك، لان عظماء الناس هم من سيجعلونك تشعر انك قادر على تحقيق ما هو اكثر من طموحاتك. هعيد مره ثانيه برضو بعدك، بتقول العبارة في من عبارات النجاح، بتقول ابتعد عن صغار الناس. منهم صغار الناس؟ قال ابتعد عن صغار الناس الذين يقللون من شأن طموحاتك. ليه؟ لأن عظماء الناس، الناس العظماء فعلا، هم من سيجعلونك تشعر أنك قادر على تحقيق ما هو أكثر من طموحاتك. الصغار هم الناس اللي بيقول لك إنت عليك الله، ده شكل زول يبقى كده ولا يعمل كده، انت بتقدر، انت دير اسمهم صغار الناس، زح منهم بعيد. الذين يقللون من شأن الطموحات، اللي هم نحن في المجتمع بنسميهم المثبطين، اللي بيدوك بالبنية، بيدوك بالضربة القاضية، بيدوك عبارة عن ناس لما تشوفهم بتطلع من لقائهم وانت حاسس انك انت ولا حاجة، بحسوك انه انت بني ادم عادي، ما تعمل لي فيها فلان، ما تعمل لي فيها حتبقى. دير اسمهم صغار الناس، ابتعد عنهم. ابتعد عن صغار الناس الذين يقللون من شأن طموحاتك. ليه قلنا؟ لأن عظماء الناس، هالناس العظماء ديل منو؟ هم الذين يجعلونك أو سيجعلونك تشعر أنك قادر على تحقيق ما هو أكثر من هذه الطموحات. الناس العظماء ديل يا أبو بكر لما تقعد معاهم بيحسسوك أنك أنت شعلة، بيحسسوك أنك أنت إنسان ما في زيك، بيحسسوك أنك أنت إنسان قادر. وده الحقيقة، الحقيقة أنك أنت إنسان قادر وإنسان شعلة وإنسان متميز. ربنا قال لقد كرمنا بني آدم، ربنا كرمنا بهذا العقل. العقل ده لو استخدمناه استخدام صحيح حيرفعنا فوق بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن العبارة دي عبارة عن العبارة رقم 15 دي هي عبارة عن رسالة بتقول لك زح من الناس اللي بيكسروا طموحاتك، ما حيفيدوك بحاجة، وأمسك في الناس اللي شوفتهم بس بترفع معنوياتك. في ناس مجرد رؤيتهم بتحسسك انك انت انسان قادر وتستطيع باذن الله تعالى. كن قريب من امثال هؤلاء، ديل هم اللي بيدوك الدافع المعنوي، ديل هم الناس اللي فعلا باذن الله تعالى حيكونوا عباره عن العصا بالنسبه لك في مسيرتك نحو نجاحك، عباره عن المعين او المساعد. طيب واحده من العبارات ايضا غير 15 قبل ما نمشي 16، اذا كنت تعتقد انك تستطيع فانت على صواب، او صحيح. كنت تعتقد انك لا تستطيع فانت ايضا على صواب. في نهاية الأمر برجع لك أنك أنت عندك المقدرة، المعتقدات الداخلية عندك بتساعدك على تحقيق ما تريد بإذن الله تعالى. طيب 16، الناجحون يبحثون دائما عن فرص لمساعدة الآخرين بينما غيرهم يسأل ما الذي سأستفيده من تقديم المساعدة. ممتاز. الناس الناجحين عموما من أهم الأهداف الموجودة عند هؤلاء الناجحين هو نقل النجاح إلى الآخرين، انك انت تنقل نجاح للاخر. بالضبط، نقل النجاح الى الاخر دي من ابرز الاشياء الموجوده عند هؤلاء. عشان كده العباره بتقول شنو، نقراها مره ثانيه بهدوء، بتقول
الناجحون، الكلام ده الناس اللي بيكتبوا، الناجحون يبحثون دائما عن فرص لمساعدة الآخرين، دائما بيكون همهم شنو؟ إنه الآخر ده ينجح. أيوة، كيف أنا أساعده؟ كيف أنا أستطيع أن أساعد الآخر بصورة رائعة وصورة متميزة جدا، بينما غير الناجحين بيقولوا شنو؟ أسي أنا كان ساعدتك بستفيد شنو؟ أسي أنا كان قدمت لك المساعدة، كان بقيت زول ناجح أنا حستفيد شنو؟ إذن خطاب الناجح منه محتاج مساعدة عشان أنا داره يبقى ناجح زيي. خطاب الفاشل بيقول أنا حستفيد شنو من مساعدتك. فأنا رسالتي للجميع، حتى تكون من الناجحين ساعد الناس، لأن الذي يساعد الآخرين هذا سيعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على أن يكون ناجحا. برضو في من القواعد الجميلة، نجاح الآخر لا يخصم من نجاحي، أو نجاحي لا يخصم من نجاح الآخر. أكيد هو أكيد. تبادل متفق ما بين الاثنين، قانون الكثرة، أنه أي شيء بيكفينا. أيوه. النجاح ده يعني لو بقيت أنا ناجح ما معناه حنقص منك، لا، أنا ناجح وإنت ناجح وده ناجح وده ناجح، المشكلة شنو يعني؟ ما في إشكالية. نعم. طيب العبارة 17، لا يهم من أين أنت قادم، ما يهم هو إلى أين أنت الذاهب. يا سلام، دي من العبارات الجميلة. يعني ما مهم أنت جاي من وين، المهم أنت ماشي وين. عشان شنو؟ عشان نلغي حاجة اسمها الماضي اللي حينومنا. في ناس عندهم عقدة الذنب أشد من اللازم فبتقعدوا، في ناس عندهم عقدة الفشل أعلى من اللازم، في ناس تفكيرهم كله في أنه أنا كنت كعب وكنت سيء وكنت عاج وكنت فاشل وكنت ما بعمل حاجة وكنت 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 ده ما مهم، ما دايرينه، ما دايرين نعرفه. المهم أنت عايز تبقى شنو؟ لقدام ماشي وين؟ عايز تحقق شنو؟ عايز تعمل شنو؟ إذا مرة أخرى، لا يهم من أين أنت قادم، المهم هو شنو؟ إلى أين أنت ذاهب. باختصار، الماضي ده خليه تجارب وخبرات فقط زي ما قلنا سابقا، ما تخلي الماضي عبارة عن شيء مقيد بالنسبة إليك. لا يمنع الكثير، دي رقم 18. جميل. لا يمنع الكثير من الناس للفشل، الفرصة أخرى لأنهم يفشلون مرة واحدة أو مرة وحيدة. دي عبارة جميلة، عليك العيد لي مرتين. ليه؟ والإخوة المشاهدين والمستمعين يحاولوا يركزوا في معناها لأنه معناها عميق. لا يمنح الكثير من الناس للفشل فرصة أخرى أنهم يفشلون مرة وحيدة. ممتاز، دي معناها شنو؟ بيقول لك أي حاجة أديها فرصة ثانية، أي حاجة ما نجحت أديها شنو؟ فرصة ثانية. في ناس بيتعاملوا مع الفشل كيف؟ ما بيدوه فرصة ثانية. يعني شنو ما بيدوه فرصة ثانية؟ يعني زول أول ما يخش له في مشروع ويطرشك خلاص بيمشي لغيره. معنى أنت الفشل ده ما اديته فرصة. يا أخي أدي الفشل ده اديه فرصة، يمكن المرة الجاية يبقى نجاح. الفشل رقم 2 اديه فرصة، يمكن المرة الثالثة يبقى نجاح. الفشل رقم 100 اديه فرصة مرة ثانية، يمكن رقم 101 تبقى نجاح. إذا مشكلتنا أنه نحن بندي الناس فرص أنهم يجربوا مرتين، لكن فشلنا نحن ما بنديه فرصة. أول ما يجي بنقول له أنت جيت ما في فرصة تانية، مع السلامة، بطلنا أي حاجة، بطلت مشروعي وبطلت شغلي وبطلت تجارتي وليه؟ لأنه فشلت. إذا المطلوب شنو يا أبو بكر؟ أنه الفشل نديه شنو؟ مرة فرصة تانية. نديه فرصة تانية وثالثة ورابعة. وإذا صحت العبارة أنه أديسون ده قالوا حاول في المصباح، في روايتين بتقول، واحدة بتقول أنه حاول 99 مرة ونجح في المرة رقم 100، وفي عبارة بتقول حاول 999 محاولة ونجح في المرة رقم 1000. لو كان من أول مرة فشل قال أنا ما درد الفشل ده محاولة تانية، ما حجرب مرة تانية، ما كان وصل لما وصل له. افشل وحاول، افشل وحاول، افشل وحاول، كل مرة أدي نفسك فرصة جديدة، عشان الفشل ده إن شاء الله تعالى بعد ما تديه أكثر من فرصة سوف يتحول من فشل إلى نجاح بإذن الله تعالى. طيب برضو مواصل الحاجة دي، إذا جرب الإنسان حاجة من أول مرة، إذا نجحت من أول مرة جرب شيئا آخر أكثر صعوبة في المرحلة الثانية. صحيح. لأنه أحيانا الاكتساب السهل للأهداف أو للنجاحات أو للمشروعات يخليك أنك أنت تنوم وتتكاسل. صحيح، بالتأكيد. طيب نشيل العبارة 19، خطوة واحدة اختيار هدف، الإصرار على تنفيذه هو ما يغير كل شيء. جميل، نعيدها ثاني. خطوة واحدة، يعني المطلوب هو خطوة واحدة اللي هي شنو؟ اختيار هدف، الإصرار على تنفيذه بيحصل شنو؟ هو ما يغير كل شيء. ممتاز، دي من العبارات أيضا الجميلة اللي الإنسان لو خدتها في باله بإذن الله سبحانه وتعالى ستساعده عشان تنجح. المطلوب شنو؟ حاجة واحدة، مطلوب ما أكثر من كده، اللي هي شنو؟ خد هدف في بالك وأمشي نفذه ببساطة. إذا العبارة رقم 19 بتقول لنا خطوة واحدة اختيار هدف والإصرار على تنفيذه هو ما يغير كل شيء. إذا الغلطة الأولى أنك ما تختار هدف، ما حيكون في نجاح. الغلطة الثانية أنك لو اخترت هدف ما تصر
على تنفيذ هذا الهدف حيكون ما في أي فائدة. كم من الناس اللي عندهم أهداف لكن ما أصروا على تنفيذها؟ كم من الناس اللي عندهم أمنيات لكن ما بدوا في تحقيقها؟ كم من الناس اللي عندهم أحلام لكن ما صحوا عشان يقوموا يشتغلوا فيها، لسه نايمين في أحلامهم؟ يعني بنقول أن الخطوة الكبيرة والرئيسية للنجاح هي خطوة واحدة، اختيار الهدف ثم الإصرار على الإصرار. كلمة الإصرار دي كلمة مهمة جدا، الإصرار على تنفيذ هذا الهدف. إذا فعلت هذا فإنه كما ذكر صاحب العبارة فإن هذا سيغير كل شيء. ودي عبارات على فكرة هي عبارات لأشخاص، يعني ما عبارات ألفناها تأليف، لا، هؤلاء ناس معينين من الناجحين قالوا مثل هذه العبارات، سواء المسلمين منهم أو من الغربيين غير المسلمين. طيب الإصرار ما بينفصل عن الهدف أبدا، طالما عندك هدف لابد يكون عشان ينجح يكون في شنو؟ في إصرار، يكون في جانب إصرار. والعكس لو حصل مشكلة، لو أصريت على حاجة هي ما هدفك ممكن تحققها لكن ما حتشعر بطعمها، ما حتشعر بأي طعم، لأنك أنت مصر أنك تحقق حاجة وإنت ما دائرة. زي ما بيحصل لكثير من الناس أنهم بيصروا على تحقيق أشياء لأنه فرصتها موجودة لكنهم هم ما دايرينها. زي الطالب اللي بيمشي يقرأ طب وهو ما داير طب، ويصر أنه يبقى دكتور، في النهاية حيبقى دكتور لكن ما حيشعر بسعادة لأنه الطب بالنسبة له كان فرصة لكنه ما كان رغبة، ما كان رغبة من جواب. فلا بد من اختيار الهدف أولا بشروط الرغبة والفرصة والقدرة ذكرناها زمان، ثم ثانيا أن نصر على أن نحقق هذا الهدف بإذن الله. طيب تعالى في الأهداف، في دراسة بتقول أنه يا أخي الأشخاص اللي عندهم أهداف واضحة في حياتهم، الأشخاص اللي يتمتعون بصحة وافرة عن غيرهم من الذين لا يمتلكون أهداف، صحة بدنية ولا نفسية ولا كله؟ والله كله، طالما أنت عندك هدف بتكون في حالة من الحراك المستمر، فبدنيا كويس حتكون تنعكس عليك شنو بدنيا أو حتى ذهنيا ونفسيا. دي دراسة أثبت أنه الناس اللي عندهم هدف بيتمتعوا بصحة أكثر. هي الزول لو داري يفكر فيها أبو بكر تفكير واقعي حلقها حقيقة، زي ما قلت أنت السعي والحركة نحو الهدف تديك الصحة البدنية، وكونك حاسي بنفسيات معنويات مرتفعة أنه في حاجة أنت ساعي لها بتديك صحة نفسية، فأنت تكون جمعت الأمرين بإذن الله تعالى. طيب العبارة 20 دي طويلة شوية، حناخد فيها قرأينا بالراحة بالراحة عشان لو في زول من الإخوة المشاهدين بكتبة بعيد إليك ما في مشكلة. طيب. أخرج من دائرة الأمان في حياتك فأنت ستتطور وتتقدم إذا رغبت في تقبل الشعور بعدم الراحة والقلق المصاحبين لتجربة شيء جديد. عيدة واحدة واحدة ونقطعها قطع كذا تكون. طيب أخرج من دائرة الأمان في حياتك، تمام، دي الأولى، فأنت ستتطور وتتقدم إذا رغبت في تقبل الشعور بعدم الراحة والقلق المصاحبين لتجربة شيء جديد. ممتاز، عشان نختصرها للمشاهدين ياخذوا مننا آخر ثلاثة كلمات اللي هي تجربة شيء جديد. دي بتتكلم عن شنو؟ جرب حاجة جديدة، البدايات الجديدة. أيوة، من النجاحات تجربة الأشياء الجديدة. يلا تجربة الأشياء الجديدة فيها مشكلة واحدة اللي هي شنو؟ أنها بتطلعك من دائرة الراحة والأمان، دائرة الأمان ودائرة الراحة. هي شنو دائرة الأمان دي؟ هي الأشياء اللي تعودت عليها، العادات. أيوة، أنت متعود من الصباح تمشي تفتح دكانك وتقعد في الدكان ده ليه الساعة 10 بالليل وتقفل دكانك وترجع البيت تتونس مع أولادك وتأخذ لك نومة، وتاني يوم الصباح تمشي للدكان وليه آخر الشهر بتحسب قروشك طلع عليك الدكان ده كم، والكلام ده يوميا. آخر السنة بتجرد وتشوف دخلك السنوي كم، والسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثلاثين والأربعين، انتهت الحياة بدائرة الأمان اللي انت عايش فيها دي. أول ما فكرت أنه لا دائرة الأمان دي ما حتوديني قدام، أنا داير أمشي لقدام زيادة، أنا دكاني ده ذاته دار بقي سوبر ماركت كبير، أنا دكاني دار أجرب أنه أنا أخش في شغل جملة. دي اسمها حاجات بالنسبة لك جديدة. الحاجات الجديدة فيها قلق، فيها خوف، فيها ترقب من الإنسان. فأنت المطلوب منك، أقرأ لك مرة تانية، أخرج من دائرة الأمان، أطلع منها. فأنت ستتطور 200 حتتطور، وتتقدم 200 حتتقدم إذا تقبلت الشعور ده اللي هو شعور شنو؟ عدم الراحة والقلق. الشعورين ديل، عدم الراحة والقلق، هما الشعورين اللي بيصاحبوا دائما أي تجربة لحاجة جديدة. إذن حنغادر دائرة الأمان، ونحن خاتين في بالنا أنه أنا أول ما طلعت من عاداتي اليومية عشان أجرب حاجة أحسن حأحس بإحساسين. الإحساس الأول اسمه عدم الراحة، والإحساس الثاني اسمه عدم الأمان. عدم الأمان، عدم الراحة ده الإحساس الأول، والقلق هو الإحساس الثاني. إذا عندي قلق وعندي عدم راحة، المطلوب شنو؟ أنه أنا أعترف أنه الإحساسين دي حتكون موجودة وأتقبلها. اعترفت بالإحساسين ديل وتقبلتهم، هأقدر أواصل في تجربة الحاجة الجديدة. طيب القاعدة دي هي بتتحسب على كل تفاصيل الحياة؟ مثلا ممكن يكون تفكير تطلع من دائرة الأمان، عندك فكرة خطأ عن حاجة معينة، أنت محتاج أنك تطلع من دائرة شنو؟ الراحة، أو تفكيرك أنت فيه مشروع زواج، مشروع أكاديمي، دي ممكن كلها نحسبها دائرة أمان.
هي التفكير هو الخطوة الأولى نحو الخروج، لكن احنا لما نتكلم عن الخروج من دائرة الأمان ما بنتكلم عن الخروج الفكري، وإنما بنتكلم عن الخروج التنفيذي. طيب يكون مدروس؟ لازم لازم يكون. ايوه طبعا لازم يكون مدروس، واحتمالات الصواب والخطأ، وأسأل وأستشير وأستخير وأي حاجة. بعد ده كله لما أجي أجرب حيكون في قلق وحيكون في عدم راحة، لازم أتقبلهم عشان أول ما أبدأ أتعود على الكلام الجديد بعد فترة القلق حيمشي، عدم الراحة حتمشي، حأشعر باستقرار، حأقول يا ريت لو من زمان طلعت من دائرة الراحة. زي ما ضربنا مثال بالطفل اللي في بطن أمه، الطفل الأم الحامل بالجنين، الجنين ده بالنسبة له رحم الأم ده هو عبارة عن الدنيا كلها. ولو مهما قعدت تشرح له، لو افترض انه عندك طريقه تشرح له انه تطلع من الرحم ده، رحم الام ده اللي فيه بالنسبه له الطعام، الغذاء متوفر، الراحه بيتقلب زي ما داير وبيحوم زي ما داير، ماخذ راحته في هذا الرحم بالنسبه له هو احلى حاجه. لو جيت للطفل ده وقدر انه وصلت له رساله انه حتطلع برا لحاجه في الدنيا فيها كده وكده وانواع المباهج الموجوده، يقول لا يا اخوي انا خلينا في الحته دي القدري ومناسبه لي، وانا متاكد انه انا بيعرفني شنو لو مرقت برا اللي بيحصل شنو. وبينه وبينك احيانا هو فعلا لو مرق برا بيحصل حاجات كثيره، فمرات بيكون رحم الام داخل له، لكن اقل يعني هو لما يطلع يخرج الى عباده الله سبحانه وتعالى والى التكاليف في النهايه حتوديه للجنه رغم الصعوبات اللي ممكن تواجهه في حياته، لكن هي تجربه جميله لو كان فعلا عارف هذه التجربه كان سيبادر بها. اذا دائرة الأمان ده موضوع خطير يا أبو بكر، وأنا الكلام ده حأقوله للناس كلهم وحأعيده، ولو علاقة بكثير من حلقاتنا في خطوات نحو التغيير. طيب الله فيما متذكر الحلقة بتاعت قلنا كل زول يدور عربيته براو، ما تنتظر الدفرة من الناس، براك دور عربيتك، دي لها علاقة بالموضوع. أطلع من دائرة الأمان، اتحرك، ما تنتظر الناس يجيبوا لك أفكار جديدة تتحرك بها. طيب فيما يتعلق بالتجربة الجديدة، يقال جرب أي حاجة جديدة، إذا نجحت ده المطلوب، إذا ما نجحت يكون تجربة جديدة وعندك شرف المحاولة للمرة الجاية إن شاء الله. بالتأكيد التجربة الجديدة ما دام هي تجربة محسوبة وليست مجرد تهور عشوائي أكيد بلا شك أنها حتكون مفيدة إن شاء الله. طيب العبارة 21 دي كانت تكلمنا عنها حلقة كاملة، التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، العادات هي ما يجعلك تستمر. يا سلام جميل، العبارة دي من أروع العبارات. بتقول شنو؟ عشان تبدأ المطلوب شنو؟ وعشان تكون إنسان مستمر في نجاحك مطلوب شنو؟ عشان تبدأ مطلوب تحفيز، انك تشجع نفسك او تلقى زول يشجعك عشان تنطلق. طيب بعد ما انطلقت المطلوب شنو في الاستمرار؟ انك تكون عادات، عادات كويسة. النجاح هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن عادات. اذا العبارة مرة تانية بتقول التحفيز التشجيع هو ما يجعلك تنطلق وما يجعلك تبدأ، والعادات هي ما يجعلك تستمر. العادات الزول بيكتسبها عن طريق الاستمرار أو العادات اللي هي التصرفات الصغيره اللي لها علاقه بالنجاح. اضرب لك مثال بموضوع الدكتوراه اللي انت الان بدات فيه على سبيل المثال. عشان تتحفز عشان تبدا الدكتوراه مطلوب انك تحفز نفسك انك حتبقى دكتور واعلامي وغيره، عشان او يحفزك زول خارجي دعم. وجدت التحفيز فمشيت قدمت وقبلت منك الرساله وحتبدا الان شغل في الدكتوراه، تمام؟ دي اسمها الانطلاقه. طيب عشان تستمر المطلوب شنو؟ العادات. انك اول شيء انك من العادات انه انا حاقعد يوميا ساعتين في مكتبه او ساعه نص ساعه في مكتبه، اذا دي عاده يوميا. انا يوميا حاقرا في مجال بحثي، انا يوميا حاطلع عليه كده، انا يوميا حاكتب صفحتين او ثلاث صفحات من البحث، اذا دي عباره عن عادات، عادات صغيره 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 في النهايه طلعت لي نجاح مستمر. وكذلك اكبر الناس اللي وصلوا لاكبر النجاحات وصلوا لهذه النجاحات ببدايه محفزه ثم عادات معينه كرروها وصلتهم لهذا النجاح الذي يريدونه. الله يجزيك خير كثير. العباره 22 من الاهميه بمكان الاحتفال بالنجاح، ان يحتفل الانسان بنجاحه، لكن الاهم هو الدروس المستفاده من الفشل. ممتاز، ده برضو بيتكلم عن حاجتين. نعيد العبارة مرة تانية، العبارة بتقول شنو؟ من الأهمية بمكان الاحتفال بالنجاح أنك تحس بطعم النجاح، والأحلى من كده والأجمل من كده الأهم من كده هو الدروس المستفادة من الفشل. إذا إحنا عندنا حاجتين، إما فشل وإما نجاح، إما فشل وإما نجاح. المطلوب في الحالتين شنو؟ في حالة النجاح استمتع، حس أنك نجحت، ما تنجح نجاح بايخ مشي حالك، لا 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 لا، حسس نفسك انك انت عملت حاجه. زي ما قلنا زمان كافئ نفسك لما تنجح، خلي الناس تحتفل معاك، خلي الناس تحسسك انك عملت حاجه كبيره. يا اخي في ناس كانوا عملوا حاجه صغيره، املوا الجرايد وفلان عمل وتهنئه و و و و و وهي ما بتستاهل، وفي ناس بيعملوا حاجات عظيمه جدا وعاملين فيها متواضعين وما دارين زول يعرف، لا لا لا، انت جزء من احتفاليتك بالنجاح بتعزز النجاح جواك.
احتفاليتك بالنجاح بتخلي النجاح جواك جذره قوي جدا، في يعني في جذر قلب الانسان يكون النجاح اذا شعر فعلا انه هو حيحتفل به في النهايه وحيكون له طعم. وبالمقابل الاهم من انك لو نجحت تحتفل، انك لا قدر الله لو حصل لك اخفاق او فشل تاخذ منه الدروس المستفاده. مره اخيره، من الاهميه بمكان الاحتفال بالنجاح، لكن الاهم هو الدروس المستفاده من الفشل. انا كطالب لو نجحت بفرح جدا، لكن الاهم لو في ماده سقطت فيها بستفيد. ليه سقطتها؟ خلاني اسقط شنو؟ عشان مره ثانيه الكلام ده ما يتكرر باذن الله تعالى. في الحالتين يعني انت كسبان فيما يتعلق بتحقيق اكيد باذن النجاح. الله صحيح. طيب العباره 23، هنالك خياران في الحياه، اما ان تتقبل الوضع الراهن الحالي او تتقبل مسؤوليه التغيير. ممتاز، جميل، مره ثانيه نعيدها. هنالك خياران في الحياه، اما ان تتقبل الوضع الحالي او تتقبل مسؤوليه التغيير. ممتاز، دي برضه من دي من العبارات القاسيه. بيقول عندك خيارين، يا ترضى بالانت فيه يا تبقى راجل وتشد حيلك تقوم تتحرك. هي كده بوضوح. طيب عندك خيارين يا ابو بكر، يا ترضى باللي انت حاصل لك وخلاص الحصل حصل وانتهينا، يا تشد حيلك وتقوم تتحرك. ده كلام بتقول العباره دي، العباره دي بتقول ما عند انت ما عندك خيارات كثيره، هي واحده من اثنين، اشبع نوم ولا اصحى واتحرك. اشبع نوم كم من نومك؟ ما في خيار ثالث. ايوه ما في هو في شنو ثاني؟ ما هو واحد من اثنين، يا اما انك ترضى بالواقع أو ترضى بتحمل مسؤولية تغيير الواقع للأفضل. ودي رسالة مهمة جدا، ودي من العبارات الجميلة جدا في موضوع النجاح، وهي نعيدة مرة أخيرة، هناك خياران في الحياة، إما أن تتقبل الوضع الحالي أو أن تتقبل مسؤولية تغيير الوضع الحالي. طيب نعم. دي 23 نمشي ل 24. جميل. أبدا لم يكبر بنا العمر بشكل يمنعنا من وضع هدف جديد أو أن نحلم بشيء جديد. ممتاز، عيدة ثاني. أبدا لم يكبر بنا العمر بشكل يمنعنا من وضع هدف جديد في الحياة أو أن نحلم بشيء جديد. جميل، دي من العبارات اللي بترسل رسالة للناس اللي بيحسوا أنهم كبروا. أي شخص يشعر أنه أنا كبرت على الموضوع، طبعا كبرت دي ما لها سن معين، يعني في زول مثلا عمر 30 ده يحس أنه كبر على أنه يسوي حاجة معينة، عمر 40 يقول لك والله أنا كبرت على أنه أنا الدورات التدريبية حقت التخطيط الاستراتيجي الشخصي اللي هي بتعلم الزول كيف يخطط لحياته، الدورة دي أحيانا بيحضرها معاي ناس كبار، أحيانا بتكون متنوعة، يعني هي أغلبها بتكون لناس في مرحلة الشباب، لكن أحيانا قد يحضرها معاي زول قد تجاوز 60 أو بعضهم قد يكون أكبر من ذلك. فلما تقعد تقول له يلا هنكتب أحلامنا في الحياة شنو، أهدافنا شنو، بعضهم بيكون متحمس معك فعلا وده يكتب أحلام حياته وأهداف حياته، وبعض الناس بيبدأ يبتسم يقول له يا ولدي الكلام ده ما كان زمان، أنا أسي عمري 60 أحلام شنو بعد ده، تاني نحلم بشنو عليك الله، تاني نحلم بشنو، ما خلاص. بنقول لك من غير ذكر أمثلة للعلماء اللي حفظوا القرآن بعد سن 53 واللي بيقوا علماء بعد سن 40 والأمثلة الكثيرة جدا اللي بتوريك أنه في ناس كثر على مستوى المسلمين من علماء المسلمين، بس كان كثير منهم كان إنجازاتهم ما بدأت إلا بعد سن 50 و60. بغض النظر عن ده بنقول بس أسمع معانا العبارة دي، قال لك العبارة بتقول شنو اللي قلناها أسي، أبدا لم يكبر بنا العمر بشكل يمنعنا من وضع هدف جديد. أبدا أنت ما كبير على أنك تفكر بهدف جديد. منو قال لك خلاص؟ منو قال لك خلاص يا أخي؟ أنت كان لو قدر الله ما باقي في حياتك دي إلا سنة ولا سنتين وتتوفى، لو كان الإنسان مقدر له يعرف عليك أرض، لما تضع لك حلم كبير أو هدف وتبدأ في أنك تسعى عشان تحققه، قدر الله بعد سنة ولا سنتين ما عشت حتى ترى تحقيق الهدف، الكلام ده ما بيكون مكتوب لك عند الله سبحانه وتعالى. حتى ممكن غيرك يكمل يواصل في المجال. أيوة غيرك يواصل وأنت بنيتك يا أبو بكر، أنا نيتي أنا بديت حلم اسمه حفظ القرآن الكريم وده هدفي خلاص، ومت قبل ان يعني اختم القران الكريم حفظا، ربنا بيكتب لي لان ربنا سبحانه وتعالى بنيتي، وده من كرم الله سبحانه وتعالى. فانت سواء بقيت، ومنو اللي قال لك انه الشباب الموجودين ده الان كلهم حيعيشوا عشان يشوفوا احلامهم اللي بعد 20 و30 سنه؟ الاجال بيد الله، ما تقول انا كبير، ما انت ما كبير، انت ما كبير على الاحلام، انت ما كبير على الاهداف، والكلام ده رساله للجميع يا جماعه، انت ما كبير، ونقول لك كبير، انت ممكن تضع احلام، انت ممكن تضع اهداف تنافس فيها حتى الشباب، حتى صغار السن بإذن الله تعالى بالعزيمة والإرادة القوية الإنسان مهما كان عمره يستطيع أن يفعل المستحيل بإذن الله. إن شاء الله. 25، عبارة 25، عليك أن تفعل أكثر شيء تظن أنك غير قادر على فعله. يا سلام، ده التحدي هنا، إظهار دي عبارة فيها تحدي، بتقول لك شنو؟ عليك أن تفعل أكثر شيء تظن أنك غير قادر على فعله. الحاجة المفترض تسويها شنو؟
هي الحاجة اللي انت بتحس انه انا ما بقدر عليها، ده الصح. لانه كونك تسوي الحاجة اللي انت حاسس انه انت قادر عليها، هذا الموضوع سهل. التحدي وين؟ انك انت الحاجة ما بتقدر عليها. ايوة، الحاجة اللي بتحس انه صعبة تقول مش صعبة، انا اوريكم صعبة دي يعني شنو، والله ما تبقى لي صعبة ان شاء الله وبتوفيق الله، وتمشي وتخش وتنطلق فيها. زول بيخاف جدا انه يتعلم انجليزي، ولكن الانجليزي ده عليك الله، انا ما خايف منه، بيتعلمه كيف وصعب، وعشان الزول يتكلم خايف منه، دي الحاجة المفترض تسويها. يلا امشي قول بسم الله وجرب، وحتلقى نفسك نجحت. اذا عليك ان تفعل اكثر شيء إن تظن انك غير قادر على فعله. قاعد تذاكر عندك ماده، الماده دي وما بتنفع مع نهائي، ولا في تفكير اساسا انه انا اجيب فيها درجه عاليه او انه انا اقدر عليها. يقول لك لا 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 لا، دي المفترض شنو تقول بسم الله وتخش عليها، لانك لو تجاوزتها خلاص الباقي كله حيكون بالنسبه لك شنو اسهل واقل صعوبه باذن الله. دي في قاعده الخوف، الانسان الذي يخاف من كل شيء في حياته، مواجهه الاخرين، مشروع جديد، الحل الوحيد هو قاعدة المواجهة. صحيح، يعني الزول داري حل مشكلة الخوف إنه يواجه الحاجة اللي بيخافها. أفضل طريقة لتتعلم السباحة هي أن تغرق، أن تلقي، ما تغرق ما تخوفنا هي أن تلقي نفسك في الماء. ممتاز، أحسن حاجة عشان تتعلم السباحة أجدع نفسك في المسبح. طيب بس عليك الله خلي زول يكون قريب جنبك عشان لو حصلت مشكلة ولا حاجة يحصلك. ففعلا على موضوع السباحة ده، في كثير من الناس تعلموا بالطريقة دي تهور، بس السباحة دي أنا يجدع نفسه في المويه ومعه اصحابه بيعرفوا يسبحوا في نفس الماء، بدا يلخبط كده ولا كده بيحصلوا مره مرتين ثلاثه بيجي نفسه بعد دقيقه. ممكن يكون كل حاجه سباحه في الحياه، تعلم اكتسب حاجه جديده. الخطابه ذكرتها انت قبل شويه، انا بقيف وبتكلم بغلط مره ومرتين بيضحكوا فينا نفر نفرين، لكن بعد مرتين ثلاثه اربعه بعد ذاك الناس تبدا تقول ما شاء الله بقى بيتكلم. القاعده 26 صحيح انه لا يمكنك التحكم فيما يحدث لك، لكنك تستطيع ان تتحكم في طريقه التفاعل مع ما حدث. ممتاز، نعيد تاني، بتقول صحيح انه لا يمكنك التحكم فيما يحدث لك، ما تقدر تتحكم في الاحداث اليوميه اللي بتحصل وما بتحصل، هي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن انت تستطيع التحكم في رده فعلك تجاه هذه الاحداث. متذكر كان في مثال ذكرناه قبل كم حلقه ما متذكر بالضبط، عن اب ممكن يكون قاعد في البيت وكوبايه فنجان قهوه ولا شاي تكشح. أيوة. وحصل شنو، هو قام على المرأة وانت ما بتنتبه، هو شوف والبيت فاتت المدرسة، هو قام وفات شغله راح عليه، وناس طلع زعلان، بينما زول ثاني نفس كوباية الجبنة دي تكشحت في ملابسه، قام بالراحة وسلامات وما في مشكلة، وقام غير جلابيته ووصل بيته ومدرسته، وهو قام حصل شغله وانتهينا. إذا ردة فعلك نحو الأحداث هي اللي بيدك، ما تقول لي والله أنا أسوي شنو، انت بيدك انك ردود الافعال نحو الاشياء اللي بتحصل لك، انت اللي بيدك تزهج نفسك يا ابو بكر، انت اللي بيدك تفرح نفسك. ورا المثال ده قلته كم مره في المواصلات العامه، لو الكمساري بتاع الحافله ده اتكلم معي كلام ما كويس، انا ممكن انزل وانا زهجان ومشاكل معه، وهو يمشي يفطر لي بشيء هناك وضارب له احسن فطور، وانا زهجان ما اقدر اتكلم مع زول وهو ما جايب لي خبر. بينما ممكن تكون رده فعلي لطيفه وجميله وهاديه، وانا لا انا اتضايق ولا هو يتضايق، الموضوع بسيط. التحكم بالتصرفات من أهم صفات الناجحين، ردود الأفعال المناسبة من أهم الإنجازات التي ينجزها الإنسان. لو قدرنا أنا وإنت والمشاهد والمشاهد والمستمع والمستمع كل زول مننا يقول أنا ما بيدي اللي بيحصل لكن بيدي ردة فعلي، أنا ممكن أمسك لساني ثواني تعدي للموضوع، وممكن أفلت لساني ثواني تتغير الدنيا. كم من إنسان فقد وظيفة بسبب فلتان اللسان، كم من إنسان فقد تجارة أو صفقة تجارية بسبب عدم الصبر في الرد على الآخرين. أشياء كثيرة جدا مرتبطة في نحن حنتصرف كيف، أو نحن حنقول شنو، أو نحن حنرد على الطرف الآخر بماذا. بلا شك نحن لا نستطيع التحكم بما يحدث، لكن بإذن الله وبتوفيق الله نستطيع أن نتحكم بردود أفعالنا نحو الأشياء التي تحدث لنا، خاصة أنه دي بتكون اختبار حقيقي لشخصيتك، واختبار حقيقي لإنك مهارتك كيف أنك تتصرف مع الأحداث اللي بتحصل لك. طيب العبارة 27، لا تضيع الوقت في الانتظار. واحد، الوقت المناسب لن يأتي أبدا من حيث تقف، استعمل الأدوات المتاحة، كلما تقدمت في الطريق ستجد أدوات أفضل. نعيد تاني ممكن؟ طيب لا تضيع الوقت في الانتظار، فالوقت المناسب لن يأتي أبدا من حيث تقف، استعمل الأدوات المتاحة، كلما تقدمت في طريقك ستجد أدوات أفضل. ممتاز، العبارة دي بتقول لنا ببساطة أبدأ، ما تنتظر أحسن وقت تبدأ فيه، أنت ما عارف أحسن وقت ده يجي 200 صح ولا ما صح الوقت؟ أنت ما عارف 200 يجي أحسن وقت ممكن تبدأ فيه النجاح. النجاح ما دار تنتظر الوقت المناسب، النجاح أنك تبدأ السي باللي بتقدر عليه بالوسائل المتاحة، لا تضيع الوقت في الانتظار.
انما ابدأ الوقت المناسب لن يأتي الان، وانما استعمل الادوات المتاحة. في ادوات متاحة لك بقدر ما تقدر، ومع الوقت اللي بيحصل شنو؟ مع الوقت باذن الله الادوات دي حتتطور، الادوات دي حتتحسن، الادوات دي حتكون افضل واروع واجمل، حتلقى نفسك مشيت لقدام. دي رسالة بتقول لنا شنو؟ ما تنتظر، ابدأ متين؟ العبارة اللي قلناها زمان بين قوسين، الانجاز الان. انا ببدأ من اسي، طيب ما في امكانيات، بالموجود ابدأ وربنا حيسهل لك شاهد قدام. طيب عبارة 28، القياس او المقياس الصادق لمدى نجاح الانسان هو مقارنة ما تبذله بما يمكنك ان تقدمه. ممتاز، دي من العبارات برضو الجميلة. حاعيدة ثاني انا اعيد اليكم، القياس الصادق لمدى نجاحك، كيف تعرف نفسك ناجح ولا لا؟ هو مقارنة ما تبذله بما يمكنك ان تقدمه. عشان تعرف نفسك ناجح ولا لا، مش عملت شنو، السؤال هو انت بتقدر على شنو وعملت شنو. اديك مثال. طيب لو زول قال لك يا ابو بكر انا جمعت 100 مليون، اعتبر نفسي ناجح ولا لا؟ زول سالك سؤال زي ده، قال لك انا قدرت اجمع 100 مليون، اعتبر نفسي ناجح ولا لا؟ اي زول ممكن يقول له ايوه ناجح. لا، العباره دي بتقول لا 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 لا، عشان نعرف انت ال 100 مليون دي ناجح ولا لا، السؤال هو انت بتقدر تجمع كم؟ اكتشفنا انك انت كنت بتقدر تجمع 2 مليار لكنك جمعت 100 مليون، معناها ناجح ولا ما ناجح؟ معناها ما ناجح. لكن في زول بيقدر يجمع 100 مليون وجمع 100 مليون، ده الناجح. ال 100 مليون ذاتها اللي بيقدر عليه 100 بس ده يعتبر نجاح، لكن الزول اللي بيقدر عليه اكثر واكثر وما يعمل. عشان كده بنقول لك شنو، القياس لمدى نجاحك هو مقارنه ما تبذله بما يمكنك ان تقدمه. ممكن بعد شويه اكيد مره ثانيه نواصل فيها ان شاء الله شرح بعض الفاصل باذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، في كل مكان، اذا اراد الانسان ان يطور من ادواته عليه ان يضاعف من اخفاقه لتكون تجربه جديده في حياته. عقب الفاصل ان شاء الله يتجدد اللقاء، كونوا متابعين. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد. اليوم بالنسبة لي ليس مجرد مربع في تقويم، بل هو خطوة مهمة في طريق حياتي. 24 ساعة قد تبدو كافية للجميع، لكنها بالنسبة لي تحتاج الكثير من التخطيط، تحتاج مني أن أمضي واثقا نحو أهدافي، والأهم القدرة على الالتزام. فالخطة الناجحة بالنسبة لي ليست مجرد أرقام وجداول وحسابات، الخطة الناجحة لا تكتمل بدون عبادة. عبادتي سر نجاحي. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. في كل مكان، ما فعلوه الناس بمهارة نستطيع وتستطيع أن تفعله أنت بجدارة إذا بدأت البداية الصحيحة. كلمات في النجاح ومواصل الحلقة اليوم مع دكتور أيمن. تريم مرحبا بك من جديد. حياك الله، بارك الله فيك. نواصل في العبارة 28، القياس الصادق لمدى نجاح الإنسان هو المقارنة بما يبذله بما يمكنه أن يقدمه. يعني باختصار العبارة بتقول شنو؟ أنه نجاحك مبني على قدراتك. زول بيقدر ينط مترين ونط متر، ده ناجح؟ لا، الناجح انك تنط اللي بتقدر عليه. ابو بكر بيقدر يعمل ماجستير ودكتوراه، عمل ماجستير، ده نجاح؟ لا. فلان بيقدر يعمل مشروع ضخم جدا، عمل مشروع صغير، ده نجاح؟ لا. اذا انت ما تشوف الحاجه اللي عملها شنو، لا، قارن الحاجه اللي عملها بالحاجه اللي هو بيقدر يعملها. زول بيقدر يشتغل تاليف كتب ونايم، الف لك كتاب وانتهى، الكتاب يعتبر نجاح؟ لا لا لا، ما نجاح، لانه انت تقدر تعمل 10 كتب، ليه ما عملتها؟ لانه في امكانيات اصلا تعمل وتكون في عطاش شغال مستمر. اذا النجاح هو الامكانيات الموجوده تستغل. اذا امكانياتك وصلتك للحاجه الدائره فهذا هو النجاح، اما اذا كان اقل من كده فلا يعتبر طيب نجاح. نستقبل اخوتنا مريم من كسر ونواصل معك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مريم. وعليكم السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن ومقدم البرنامج. مرحبا بك. أنا عندي بعض المداخلات لخطوات نحو التقدم. تفضلي. أولا يعني أنا ما عارفة إن يعني عندي إرشادات يمكن تكون أغرب إرشادات دينية. فمن ضمنها أولا الدعاء زي ما في مقدمة البرنامج. عبادتي هي سر نجاحي. الدعاء وأكرر بالدعاء يعني أدعي اللهم يسر ولا تعسر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل يا رب العالمين. هذه من الأدعية التي تسهل على الإنسان يعني السير في 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 طريق حياته سواء كان علما أو عملا لنجاحه يعني، وهذه ليست غريبة. لكن أضرب أمثلة بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتت عندما أتاه جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فحاول أن يسرع في القراءة معه حتى يحفظ، فقال له ربه وقل ربي زدني علما. يعني دائما أنت لناس العلم ولناس العلم، فقل ربي زدني علما. ومن الأدعية الموجودة طبعا في القرآن الكريم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، هذه هي من الأدعية يعني المجربة كثيرا جدا جدا في شنو في محيط العلم او محيط العمل في النجاح. نعم. شكرا. محيط العمل كمثال انا اضرب يعني معليش انا ما اطول عليكم، عندما ذهب موسى الى اهل مدينة فكان هو يعني في امثلة دينية يعني، فكان ماله يعني كان فقير، فلما ساعد تلك الفتيات اوى الى الظلم، ومن دعاه قال ربي اني لما انزلت الي من خير صغير. فهذه الأدعية يعني محفزة كثيرا للتقدم والنجاح من هذه الجوانب. هذا النجاح نحن يعني في النقطة الأخيرة اللي انت تكلمت عنها وليست الأخيرة في هذا القسم من البرنامج، نقل النجاح للآخرين. فسبحان الله الإسلام في حديث له بيقول إنه الإنسان إذا بخل عن معلومة له فيلجم فمه بشنو فيما معناه بيرجم فمه من شنو من الناس. فنسأل الله يعني أن نكون من الذين معلوم يقدمون المنفعة للآخرين. شكرا جزيلا. والتقديم سبحان الله، أنت تقدم منفعة للآخرين سبحان الله ربنا يقدمك. صحيح. الله سبحان الله تتقدم كثيرا فكثيرا. نعم. وأخيرا أنا أقول يعني هل نجاحك هذا توجهه نعمة أم نغمة؟ نعم. نعمة أم نغمة؟ شكرا. إذا كان نجاحك وكان في عمل أو علم، إذا كان نعمة أعرف إنك أنت مالك يعني مواظب ما أبعدك عن إيمانياتك والتقوى وعبادتك، لكن إذا أبعدك عن هذا النجاح عن عبادتك وعن تقوتك وخلاك انت حتى لو كنت في مرمق في موقع مرموق فخلاك تظلم وخلاك تعمل، فهذا ليس نعمة، هذا ليس نجاح وليس هذا نعمة بل هذا نقمة. صحيح. فتنتبه الى هذا النجاح، هل هذا النجاح يوجهك للنعمة ام الى النقمة؟ شكرا جزيلا اخذنا مريم على المداخلة المميزة والموفقة ان شاء الله، ويكون فيها تعليق من الدكتور في كل النقاط التي ذكرتيها تباعا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك مريم. اخوتنا فتحية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الله يعافيك ويبارك فيك، تفضلي. بس عايزة اسأل، هل النجاح يتعلق بالطاقة الروحية في الانسان؟ هل النجاح يتعلق بالطاقة الروحية في الانسان؟ الطاقة الروحية ان شاء الله. شكرا جزيلا فتحية. متواصلين مع الناس اللي عندها رغبة في الاستمرار والتواصل او الاستفسار مع دكتور ابن الشيخ جمعة سهل، كلمات في النجاح. اي زول عنده الرغبه في انه يبدي وجهه نظر، يسال، يستفسر، او حتى يضيف لنا مجموعه من العبارات الجديده اللي هو عنده بها معرفه وحافظها او جربها واختبرها في السابق فيما يتعلق بكلمات في النجاح، خاصه انه قد تكون كلمه واحده هي السبب في تغيير كثير من الافكار اللي عندنا من القواعد من خلال الممارسه العمليه والتجارب الحياه. طيب دكتور، على بال ما يجينا متصل اخر نبدا بالاخت مريم كاول مشارك. جزاه الله خير. طيب اختنا مريم جت اتصال. ماشي تفضل. مرحبا يا اخ حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعافيك ويبارك فيك ان شاء الله، تفضل. سمحت يا دكتور ايمن.
مرحب بك، الله يديك العافية. أنا بعاني من اكتئاب، اكتئاب نفسي شديد من 2001. الصوت شوية زيدوا لنا بس. الصوت إذا في إمكانية الصوت يا حسام. مشكلة يا دكتور أيمن؟ نعم. أنا عندي اكتئاب نفسي من 2001. نعم. وعندي طموحات وحاجات دار أعملها لكن ما قادر والله، المرض ما مخليني. حتى انصحني بإيش ما أعمله. جدا. تمام. ان شاء الله. شكرا للاخ حسام من ولايه الخرطوم على السؤال، ان شاء الله تجد له الاجابه العلميه والنصيحه الارشاديه من دكتور ايمن الشيخ جمعة سهل. دكتور نبدا بمريم. ما في اتصال ثاني والله. في ميمونه. طيب. اختنا ميمونه، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ميمونه كيف؟ تمام الله يعافيك ويبارك فيك، اتفضلي. أنا عايزة أسأل سؤال. نعم. يعني من خلال دراستكم يعني نحو تغيير البرامج دي كلها، إن أنا كنت هاجر في السودان من تحت شهادة السنة. أنا ما سامعك. هاجر في السودان. طيب عيد النقطة الأخيرة يا ميمونة، الصوت عيد النقطة الأخيرة إذا كان شنو؟ قلت لكم إني واثقة من نفسي هاجر في السودان. واثقة من نفسي؟ يعني بس بصلي وبدعى الله. طيب فهمنا جزء من كلامه، ان شاء الله نقدر نتمه. ام عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. الله يعافيك ويبارك فيك. يا دكتور ايمن جزاك الله خير ونور الله عليك. امين امين جميعا يا رب، بارك الله فيك. والله استفدنا منك كثير والله العظيم. الله يديك العافية يا ام عبد الله، بارك الله فيك. دكتور ايمن انا من انا صغيرة يعني ما بخاف وعندي عزيمة إنه أعمل، ولو فشلت بعتبره نجاح وتعلمت منه، والحمد لله يعني حياتي مستمرة وناجحة. أنا متزوجة الحمد لله، عندي أطفال وربيت أولادي الحمد لله، ونجحت في حياتي، وكنت يعني بشتغل في التجارة وفي أعمال يعني الحمد لله، ربيت أولادي براي يعني لوحدي ما شاء الله، وعندي الإصرار وما قاعدة أتراجع يعني. شوفنا بيقولوا كعبة كده وكده، لكن الحمد لله انا شايفه نفسي كويسه ومرتاحه، مرتاحه جدا جدا، وشايفه نفسي اسعد انسان في الدنيا. الحمد لله. مع انه ربيت يعني لوحدي يعني ما بقدر اساعد، يعني انهم بيبقوا زعلانين من انت بتعملي كذا وانت وما انت، والحمد لله حتى ولادي بيبقوا رجال يعني وبيتزوجوا، لكن الحمد لله. جميل جميل. شكرا. شكرا جزيلا على التجربه والشعور الجميل ام عبد الله، شكرا جزيلا لك. طيب دكتور نبدا باول متصل او مشارك، الاخت مريم. طيب ما في تلفون ثاني اكيد. احنا حقيقه نسعد بالتلفونات بالتاكيد، يعني مشاركه الاخوه المتصلين والاخوات المتصلات هي تثري البرنامج وهي تحيي البرنامج، واحيانا تكون في تساؤلات يستفيد منها كل المشاهدين وكل المستمعين. اخوتنا مريم مداخلتها كانت جميله حقيقه، كانت مداخله متميزه، تكلمت عن مجموعه من النقاط، منها موضوع الدعاء والورود في القران الكريم وحتى على الانبياء عليهم السلام، تكلمت عن قضيه نقد النجاح للاخرين وانه هي فعلا بتساعد الانسان على النجاح، وختمت بنقطه في غايه الروعه وهي انه نتيجه نهائيه نجاحك ده هل هو نعمه من ربنا ولا هو نقمه عليك؟ الجواب هل هو بيقربك من ربنا ولا بيبعدك من الله سبحانه وتعالى؟ فاذا كان كل نجاحاتك دي بتبعدك من الله فهي ليست نجاحا، واذا كانت هذه النجاح تقربك من الله فهي نجاحات. انت نجحت جمعت قروش و و و وبقيت من اثر الاثرياء، ده نجاح عظيم. النجاح ده يترتب في انك انت بقيت ما بتصلي وبقيت ما شغال بموضوع الصلاه والعباده، معناها في النهايه هذا النجاح الذي وصلت اليه لم يكن نعمه وانما هو نقمه، لانه ابعدك من الله سبحانه وتعالى. دي من الملاحظات الرائعه والجميله ذكرتها اختنا مريم من كسلة. سؤال فتحيه، هل النجاح بيتعلق بالطاقه الروحيه عند الانسان؟ بلا شك. ما هو اكبر نجاح زي ما ذكرت الاخت المتصله في الحلقه الماضية، أكبر نجاح هو النجاح في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يكون علاقته بالله قوية كل ما يفعله هو نجاحات، لأنه حقق النجاح الأعلى. ومع ذلك من سنن الله سبحانه وتعالى أن يعطي النجاح لكل مجتهد، حتى لو كان هذا الإنسان المجتهد قد لا يكون من المسلمين، قد لا يكون من المتدينين، قد يكون من الملحدين، قد يكون لكنه بذل الأسباب الدنيوية، فربنا كافأه في الدنيا اللي بذل فيها الأسباب بأنه شعر بهذا النجاح، وإن كان كما ذكرنا سابقا هو في الآخرة يكون هباء منثورا لا يفيده بشيء، لكن لأن الله عادل فمن السنن الكونية أن يعطي هذا المجتهد أجر اجتهاده في هذه الدنيا راحة، طمأنينة، سعادة، شهرة، مالا إلى غير ذلك.
الإنسان الذي ارتبط بالله سبحانه وتعالى هو الذي حصل أساس النجاح. طيب حسام من الخرطوم، زور طموح عنده رغبة في النجاح، يصل لمزيد والكثير من الأهداف في الحياة، عنده 2001 كان عانى من مرض جيد اكتئاب. موضوع الاكتئاب، الاكتئاب النفسي هو من الموضوعات اللي بيعانوا منها كثير من الناس، وهو أمر عادي جدا. وعلى فكرة موضوع الاكتئاب بعض الناس بيفهمه خطأ، فبعض الناس بيوصف نفسه بالاكتئاب لمجرد أنه شاف أعراض أنه زور بيقعد نفسه هاد وبيفكر كثير، ولكن والله عندي اكتئاب. الكلام ده ما صحيح. موضوع الاكتئاب ده إذا كان حاجة بسيطة فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، بسيطة وكثيرة، يستعين بالله سبحانه وتعالى وبالدعاء ويفكر التفكير الإيجابي وأشياء كثيرة جدا. إذا زاد الموضوع فمع الاستعانة بالله، والاستعانة بالله هي أولا، بعد ذلك يلجأ إلى من يعينهم، من إنسان يستشيره، امرأة تستشيرها إذا كانت أنت امرأة، يعني تستشير امرأة مثلك قد تكون أقرب إلى فهم نفسية المرأة، استشير طبيب متخصص في الموضوع ده. ما نخلي الحاجات دي، الحاجات اللي بتأثر في حياتنا ما نهملها. ممكن أنا زيارة واحدة لطبيب أو لمستشار تغير لي حاجات كثيرة جدا في حياتي، أقول خسارة من 200 أنا قاعد منتظر ما عملت الحاجة دي. طيب ميمون ما سمعنا منها كلام واضح، فقط قال كان بتدعو كثير أو عنده علاقة بالشهادة السودانية، سمعنا العبارة دي هو شكلها ممتحنة. عموما أنا ما سمعت الكلام، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها في كل ما تريد إن شاء الله. ومع عبد الله شعوره الداخلي كان جميل وشعوره جميل. ومع عبد الله ذكرت مثال هي ممكن اعتبرها بين قوسين مثال واقعي لإنسان يشعر بالنجاح بإذن الله تعالى، ويشعر بالسعادة بناء على هذا النجاح. وعلى فكرة السعادة والنجاح شيئان مترادفان، لكنهما ليس شرطا أن يقترنا سويا. لماذا؟ لأن هناك أناس سعداء وليسوا ناجحين، وهناك أناس ناجحين وليسوا سعداء. وما أجمل أن نكون نحن من الناس الناجحين السعداء أو السعداء الناجحين، نكون جمعنا الاثنين سوا مع بعض إن شاء الله. نشكر كل المتصلين والناس اللي شاركوا بأسئلة وحتى استفسار ومداخلة. نرجع لمجموعة العبارات 29. جميل. أينما ترى تجارة ناجحة فحتما هناك من اتخذ قرارا شجاعا. ممتاز، دي عبارة من العبارات الجميلة والملفتة. مرة ثانية العبارة بتقول أينما ترى تجارة ناجحة، وين ما شفت لك حتة تشوف فيها التجارة ناجحة أو تاجر ناجح، فحتما هناك من اتخذ قرارا شجاعا. يعني باختصار الدخول في الناحية المادية خصوصا ناحية التجارة وغيرها، دي دايرة قلب شنو؟ دايرة قلب قوي. لو ما في القلب القوي ده، لو القلب القوي ده ما موجود، حتكون الحكاية صعبة، هتكون حكاية صعبة فعلا. ليه؟ لأنه التجارة دي ما بتنفع مع الناس الخوافين. الخواف ما بتاجر، الخواف ما بدخل قروشه عشان تخسر وتربح، لا لا لا، الخواف ده بيخد قروشه في البنك عشان تربح لها 12% في الحساب الاستثماري آخر السنة. 12% اللي بتربحها في السنة دي بيربحها التاجر ده في أسبوع. ليه؟ لأنه اتخذ قرار شجاع، لأنه موت قلبه، لأنه قال بسم الله ودخل. ما في مانع عنه القرار الشجاع ده، ما لازم يكون تهور. ما ننسى القرار الشجاع بيكون فيه دراسة جدوى، وبيكون فيه تفكير، وبيكون فيه دي كلها موجودة، لكن في النهاية اقتحام المجال التجاري ومجال العمل المادي والمالي هو مجال يحتاج إلى شجاعة. عشان كده لما تشوف تاجر ناجح يعرف أنه البني آدم ده، هذا الإنسان اتخذ قرار شجاع استطاع من خلاله أن يصل إلى درجات عالية في الناحية المادية. 30 دي آخر خطوة ما أخيرة إن شاء الله حنواصل الحلقة القادمة. إن دقيقة واحدة. أنا أسير ببطء لكني ابدا لا اسير الى الخلف. يا سلام، جميل. المطلوب شنو؟ امشي ولو خطوه خطوه، ولو بالراحه. نعم. لكن ما تقيف وما ترجع ورا. المطلوب شنو؟ امشي. ان شاء الله تمشي حته حته، بس انت تكون شنو؟ ماشي. احب العمل الى الله تعالى ادومه وان قل. ركعتين في خلال عمرك كله اخير من 10 ركعات لمده اسبوع وتقيف. اذا باختصار شديد المطلوب هو ماذا؟ أن تسير ولو كنت تسير ببطء، أمشي لقدام أوعك تقيف. ونحن اتفقنا حلقة الفاتت أنه ما في زول شنو؟ ما في زول واقف، يا قدام يا قدام يا ورا، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في خيار ثالث. إذن في النهاية بنقول أنا أسير ببطء، دي حاجة كويسة، لكنني أبدا لا أسير إلى الخلف. أنا ما قاعد أمشي لورا ولا واقف، أنا ماشي لقدام حتى لو كنت ماشي شنو؟ بالراحة. أمشي ولو بالراحة. ذاكر يا طالب صفحة صفحة إن شاء الله في اليوم، في النهاية ما تكون واقف ما قاعد تذاكر، عشان لما تجي وقت الامتحانات ما تندم أنك كنت قاعد ساي أو أنك أنت انشغلت بحاجات تانية. اجمع ولو قليلا قليلا من المال، أهم شيء أبدأ أجمع، أبدأ حسن وضعك المادي، أمشي لقدام في الناحية المادية، حسن وضعك العبادي، حسن وضعك الأكاديمي ولو حتى حتى، بس ما تقيف ولا ترجع إلى الخلف. طيب عبارة ختامية للثلاثين عبارة حنوصل فيها إن شاء الله الحلقة الجاية، بقي لنا زي 20 عبارة حنوصل فيها إن شاء الله الأسبوع الجاي. جميل. شنو عشان الناس تقدر تستفيد وتنزلها على أرض الواقع؟
نصيحة وإرشاد اليوم. والله حقيقة أنا بقول شنو، أنا نصيحتي عموما في العبارات اللي بنقولها دي كلها، العبارات دي متنوعة وقالوها أشخاص متنوعين وتجارب مختلفة، وتجارب مختلفة أيوة، بعضهم مسلمين بعضهم غير مسلمين، غربيين علماء قدامى حديثين، دي عبارات وأنا حتى ما ذكرت اسم القائل بعد العبارة. العبارات دي انت انتقي منها الماء اللي بيعجبك واللي بتحس انه بيديك دافع واللي بتحس انه بيلامس حاجه موجوده جواك، وابدا اشتغل به. وقبل العبارات دي كلها لو بس بحثت في ايات القران الكريم وفي السنه النبويه وفي امثله الواقع الصحابه والتابعين وواقع علماء المسلمين ستجد اشياء كثيره جدا تديك نهضه نفسيه وداخليه وحافز ذاتي نحو النجاح باذن الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور ايمن على جمله مجموعه المهارات العلميه والمعرفيه. ان شاء الله نواصل معك الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاك الله خيرا. ختاما مشاهدينا الكرام، ان الاستعداد والجاهزيه هي سر النجاح للحصول على اي فرصه للوصول لاهدافنا الصادقه والنبيله في الحياه. الاسبوع القادم يتجدد اللقاء، الى ذلك الحين تحيه واحتراما وموده والتدا في الله، محبتنا في امان الله. شكرا دكتور، بارك الله فيك. بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، بإرادتنا حين نريد يأتينا قاص وبعيد، نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا، نطلب آمالا ونزيد إن الآمال بهمتنا، بإرادتنا بعزيمتنا.